ما يميز منتدى أسبر الدولي هو تركيزه على أهم المواضيع الحيوية والاستراتيجية التي تواجه العالم بشكل عام والمملكة العربية بشكل خاص. ومن هذه المواضيع التقنية والبحث العلمي والاستثمار والصناعة وغيرها من المواضيع المهمة. ويعتبر منتدى أسبار الدولي منصة تجمع الباحثين والخبراء والمهتمين بمجالات الصناعة والاستثمار والبحث العلمي وغيرها من الصناعات الأخرى، ويعتبر منصة للباحثين المحليين والدوليين والمتخصصين والمهتمين في هذه المجالات المهمة. وما يميز منتدى أسبار الدولي هو مواكبته لما يتغير أو يتحول في العالم، ويواكب الخطة الطموحة للمملكة العربية السعودية 2030، ويبحث عن إيجاد الحلول المناسبة والكفيلة بالعمل والعمل الدؤوب للقطاعات الحيوية في المملكة العربية السعودية.